If you think I'm dirty. Guys. صرت فورة سامحوني على الانجل لان احس اني ياهل لان كان في وايد صغار متيمرين على سول دي جانيرو وها اول برفيوم اخذه من عندهم بنات. تعرفون شو ريحته؟ ريحته ماء مسخر بينك بيري صح؟ بينك بيري بالكوكونات ويا كراميل لذيذ 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 لذيذ. شواقي خلف الكاميرا رقم 71 بنات. I love it. بخلطه ويا شو؟ مو ويا شو؟ انفاسك دخون شيء هفتني الريحة. It's so good. وانا هني في دبي هيلز لانه بصير ايفنت انفاسك دخون. انا اليوم في ايفنت انفاسك دخون وسويت ماي اون سيجنتشر سنت براويكم. ياي اونلي فور مي. هاي ايفريوان. البارحة يوم رديت من المول اوكي ما كان البارحة الايد اوكي فور فيلمينج بيربسز نزلت المول تيت اريكم شو اشتريت فبسلكم هول. اتس ساندي الساعة 11 الصبح انا ام لسننج تو ميراندا كوسغروف. يس بنسير قس البحر. يس ذس از ماي بيتش ايرا يو جايز. مع ان انا كنت مول من نوع احس شعري يقهر. ليتس okay. I wasn't a beach girl, but الحين I am لأنه وايد relaxing والجو بدأ يعتدل في الإمارات. So let me show you شو اشتريت من المول هاك اليوم. أول شيء رويتكم العطر اللي أخذته من سول دي جانيرو. عقب شرط منيسو على أساس ما بشتري شيء. قلت إني ما باخذ شيء بس بروي. خذت هذا الباد مال الحمام عشان أحطه في حمامي because it's so cute and I love Hello Kitty. خذت هايل. على فكرة وايد أحب أشتري القطن وهالأشياء من منيسو لأنه أرخص عن الجمعية. لاحظت سوري had to tell you. خدت هاي اللي تعلقون فيهم الفودة لان تخيلوا ما عندي في حمامي. So I got these. احلى شيء يوم يكون عندك حجرة بروحك او حمام بروحك ان اروم ازين باسخف الاشياء وما حد بيقول لي شيء. ليش؟ لان كيفي حمامي بحط مال هيلو كيتي. It's my bathroom. I do what I want. خدت من هاي ثلاثة يا بنات لأن عندي وايد ميك اب. يعني أحس هاي مشكلة كنت أتمناها قبل يوم كنت صغيرة. أنا وايد يطرشولي بي آر وأخليه في الكيسة وأحس أبى أطلع البي آر وأحطه في السدة شي بشكل حلو عشان أتذكر وأستخدم الأشياء اللي ياسين يطرشولي إياها. فا I got these. أحس أبى بطلة بس خلنا بطلة ونشوف القطع اللي داخل. We have this. متحمسة حق هاللي أكبر شيء أروم أحط فيه like hair products. وفي نفس اليوم صرت event أنفاسك دخون. معلومة I have the only discount code حق الإمارات. فإذا تبون تجربون عطور أنفاسك دخون تبون تطلبونهم online use my discount code for 10% off. That way you can support me. طبعا إن هالعطر حطينه في الشنطة because I love it so much. شيء عود شيء عود وايد ريحته قوية. ما أعرف كيف أوصف الريحة غير أن أم عربية غنية في عرس. It's like عود بس مو بالعود اللي ريحته شي ثقيلة وتلوي بالشب. لا it's like nicely mixed. يعني شكلكم خالطين دهن عود ويا بخور ويا كم من عطر in one. فيوم صرت كان الاكتيفيتي مالهم ان نحن نخلط scents ونسوي our own like personal scents. فانا سويت هالعطر حطيت عليه stickers. فريحته تجنن. I can't no one can use this except me. Nobody. عطوني هدية which I'm so thankful for. بقولكم معلومة. I know you people like to call me old. بس يوم كنت teenager يعني خلينا نقول قبل 10 سنين كنت أجمع بيزاتي أجمع عشان أشتري عطر من أنفاسك دخون وما أستعمله إلا في المناسبات. If you work hard إذا اشتغلتوا و you focused on your goal ركزتوا في هدفكم و you believed in yourself بتوصلون حق الشيء اللي انتو تتمنونه. كنت اجمع بيزاتي عشان اشتري هالعطر والحين I have the only discount code في الامارات and I get invited to their stuff ويعطوني هدايا. That's crazy. فوايد I'm so thankful. مرات تيني ايام احس انه اخ ما بقى اسوي edit اخ ما بقى اصور وبقول your life is so hard. Oh no you have to film. You have to film yourself. That's such a difficult job. عقب شي
يس. فطعمين تكوني سخيفة. Your job is not that hard. Get up. وهاللي انت كنتي تبينه. احس وايد انصح ان تسولفوني اعماركم. Keep yourself in check. يوم تحسون ان you're being ungrateful. يعني صدق انا يوم شي اضايج من شي اقول لحظة. لحظة يا فطيم. عندك اكل في البيت. عندك بيت. انت جالسة داخل بيت. شي مكيف. شي نت. ترومين تنزلين وتحصين اكل. تحت. طابق اللي تحت يعني. حياتك صعبة؟ No it's not. يعني يوم شيء ضايجني أحس إن there's people that are dying. وانتي جالسة بحجرتك you have a roof over your head. يوم تبين تاكلين شيء أكل بكميات هائلة. هالشيء اللي ياسي ضايقك ترى وايد سخيف. But this is why بعد على فكرة ما أتأثر بأني hate comments. Cause I'm like there's people that are dying. مو مهم إذا حد كتب لي hate comment. Who cares؟ برويكم الهدية اللي عطوني إياها. مدخن ولاعة ودخون شي شي. I love it. Thank you so much. أنفاسك دخون. دخون شي شي is like incredibleness. كل شي من أنفاسك دخون ريحته أم عربية غنية. لو أرويكم my collection في السدة اللي هني. Like I have so much أنفاسك دخون. أنفاسك دخون. There's like two boxes. هذا my favorite شي. هذا اللي أحسه ما بقول يومي لأن I'm not gonna waste this perfume every day إذا أنا جالسة في البيت بس إذا بطلع I have to use this one spray because we're going to the beach and nobody's smelling us at the beach. نرد حق نصيحتي حق gratefulness. دائما يوم تحسون إن أنتوا you're having bad days يسوي أعماركم قولوا شو الأشياء اللي في حياتي اللي أقدر أشكر الله عليها. شو I'm grateful for my friends, my family, my daddy loves me, my siblings love me. شو بعد أبغى أكثر عن شي؟ شو يعني الحين أنتي تعبانة من المدرسة وتحسين إنه oh my god my life is so hard and I'm in this school. Okay, your problems are valid. They are valid. بس في نفس الوقت راجع نفسك تقولي في ناس عايشين ويتمنونهم يصيرون المدرسة. I am so lucky. عشان شوي يعني تحسين انك مستانسة. Always practice gratitude you guys. طبعا ها كل هالسوالف لان ريما متأخرة. برد الاغراض داخل كيسة عشان احس اني سويت شوبينج. تسوون هالحركة ولا لا؟ عشان احس ان عندي اشياء جديدة. Anyway so ما جهزت شنطتي حق البيتش. الحين انا بكون متأخرة ويوين لنا. بشوفكم في البحر ما اعرف اذا بصور ولا لا لان ما احس اني بصور الناس في البحر. That's a little bit rude. It's a little bit rude. بس بقولكم شوف عاليتنا. We're gonna have a sleepover for a few days. وبنشوف أفلام. We're gonna just hang out as girlies. تخيلوا تلفزيوني The Iconic TV. يوم انتقلنا الموفرز ضيعوا الريموت. ف I was like فأبغى أشوف تلفزيون. فقالت لي أختي نزلي الأب وشبكي ريموت الأب في التلفزيون هذا. ما يستوي ليش؟ لأن النت مو بشابك عهالة ها نت جديد. فما يستوي نشبك. كان أطلب ريموت كنسلوا الطلبية. طلبتها مرة ثانية على رقم شواقي ما ردت كنسلوا الطلبية. طلبتها المرة الثالثة كنت طالبة ريموت وريزيستنت باند عشان أسوي رياضة. كان يصير حضرته ويوصل الطلبية وين بيتنا الجديم. وما اتصل لي. حط طلبيتي قدام الباب العود وصور وأمنها أنا وصلت الطلبية. كان أقول زي أوكي بسير لين بيتنا الجديد وبيب الطلبية. صرت ماشي. Who stole my package؟ وليش حظي شي نحس إن أبر موت حق التلفزيون. Like what is happening guys؟ في مؤامرة يا ستوي. واللي سرق الباكج هل بتسوي رياضة بالريزيستنت باند؟ هل بتعرف أصلا ها شو؟ والريموت اللي شليتها Do you even have the TV؟ بجهز شنطتي بسرعة لأن أعرف الحين بتي ريما. يلا باي. Hey guys baby بنات look at me I'm on the beach sipping on a damn pina colada and life is great. Life is so amazing. Me I'm this is peak life. Pina colada peak life you guys. مي شواقي ريما the besties. بنات work hard عشان يوم الأيام انتو بعد تكونون مسترخين على البحر تشربون بينا كرادة وهي حياتكم. والله الحمد لله يا بنات. شو قلت لكم عن practicing gratitude؟ شفتوا كيف؟ والله صدق شلي ها شو؟ شلي كل أغراضك نبان نفدح مينولة انتي؟ قلت لك تاكلين قلت لك تاكلين قالت بنفترق السبب انتي. قلت لك تاكلين الناس تحرونا صدق انا كلها people are like staring. والله peak life يا ناس. تخيلوا نهاي بلادنا تخيلوا نهاي بلادنا وعدنا
بنات وايد تسألوني شو أقصد يوم شي أقول بعيد مرة ثانية. If I get copyrighted because of this stupid music, I'm gonna be so mad. بنات أنا كنت من كارهين البحر والصيف وشي ما أحب، بس عشان شي الناس يصيفون هني الحين فهمت. كان يعني أحس شيء يعني شتا activity. هي picnic at the beach in summer is like the worst thing. Yeah, the worst thing ever. يعني يوم صرنا سنوبي آيلاند أول ما ينا يلسنا كحار ويبي كان حنان كانت تضحك علي لأن كنت وايد معصبة من الحر. بس عقب يوم دشينا الماي أنا تي هي دشينا بلبسنا، على فكرة ما كنا مخططين إن ندش الماي كثر ما يعني شفت موزة وغرت هي هي موزة اللي جايبة يا هي نشوفها تسبح وشي كان نقول بس بندخل ريولنا بس لين ركب كان أنا بس هي كان شواقي دش نحن شي دوري 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 يا توي الله. بس ما أعرف ليش كل حد دش، أنا موزة قالت لي عندي ثياب زيادة ما أدري أحس شي إنه سبونتينيوس إن الحياة سبونتينيوس. أنا الوحيدة المبللة وموزة عندها غيار أنا بكون بس اللي كيف غرقة يا بس I knew we would dry يعني إنه بنشف يعني أحب أدش الماي يوم أطلع أيلس أكون بردانة من الماي. Hey, but I'm like dry. So yeah, this is our life right now. Sitting on a toilet. Sitting on a toilet. تعبوا هالفيديو. تخيلوا تخيلي ريما إن عيال إخواني الصغار يقولون what the sigma. يقولون like what the sigma like. Ready يعني صدق ها جن ألفا شي يتكلمون الجيل الجديد. والله غريب غريب مريب مريب. Oh my god. الحمد لله انا تخرجت. سبري تواليت. قبل لا جان الفا يدشون يعني المدرسة. درسة انا شي كبار يعني. يا. والله شو نسوي؟ Again if I get copyrighted because it's super music I'm suing. شو بعد خبروني بنات؟ لا تنسون. لا تنسون اني احبكم. ها لا تنسون. والله ترى دوم افتح ماي دي امز وافتح عشوائي فاذا ما رديت عليك لا تزعلين حبيبتي. افتح شي 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 عقب ادق على الدي ام زين. وايد استانس على كومنتاتكم، وايد استانس على كلامكم الحلو، ولا تخافون علي. I'm not going anywhere baby. If you think I'm deleting. Oh my god. Did you do? احس شي الدنيا تقول لي اسكتي. If you think I'm deleting my account. I'm doing this is my job. Anyways, I'm gonna enjoy the sun and enjoy the beach. وبصور لكم قصروا. وبصور لكم our sleepover maybe. كتبوا تحت في الكومنت هل تبون تشوفون ريما في قناتي ولا لا؟ هل تبون تشوفون فعالياتنا ولا لا؟ بقول لكم شيء لأن we're hanging out all the time. فحتى لو هي فحتى لو ما بقى أصور إذا هي قدامي الحين شو أسوي؟ ما أطريها؟ وايد أشياء استوت ما صورناها. هي يعني كيف الحين أخشها؟ يعني ليترلي اللي شي نجلس يا بعض ليل فجر ليل في الليل عندنا صار عقب شي لا تسيرين هي لا تسيرين عقب الصبح شو تسوين؟ خلينا نسير ما ادري وين بس هي كافيه بتي هي البيت الجديد اقرب على بيكم ريما. بحط لكم تحت لوكيشن بيكم ريما كلكم تعالوا. لوكيشن بيت ريما ولوكيشن بيتنا واحسبوا المسافه هي كتبوا في الكومنت يكتب يفوز هي. anyways guys I'm gonna go enjoy the sun enjoy the beach enjoy my drink bye. hey guys good morning or good afternoon. اليوم يوم الاثنين الساعه بتشي الساعه 4 اوه I need to hurry up. بقول لكم شو our plans for today or my plans for the day. يس اشوف فلوجات اليشا ماري وايد احبها she's my favorite vlogger حاليا هي وغابي دي مارتينو غابي نيكي توينز. I was like a Nikki girl كنت وايد احب فلوجات نيكي بس حاليا وايد احب فلوجات غابي لان احس شي اللي عندها ثيم الثيم مالها شي اللي girly princess ما اعرف I just love her vlogs. بحط لكم their username سنين إذا تبون تتابعون. مرة واحدة كتبت نحن نتابع فطوم بس فطوم منو تتابع؟ Exactly. Let's put on some lip balm. Laneige lip mask. بارح شفنا فيلم The Conjuring 2 وأنا شايفتنه قبل بس it's من أحلى أفلام الرعب اللي شفتهم في حياتي. أنا وايد أحب أفلام الرعب. I'm such a horror
horror enthusiast. أنا وشواقي وايد نحب، وحلم حياتنا أن نسير تور الأماكن المسكونة، نسوي ghost hunting. وايد أحب هالأشياء. اليوم نشيت بصور my ads. I have this notebook. I write down كل الشغل اللي علي. Everything I need to film. Like all the stuff I need to do. أبرويكم الأشياء اللي وصلتني آخر فترة، لأن أحس I never like take pictures of my PR. اللي وصلني like I never do that. خلنا أرويكم. أول شيء اليوم وصلني هالباكج من انفاس كدخون. أحس this video is sponsored by انفاس كدخون. They've just been so amazing with me. I think they're launching a new perfume اسمه شي being. شميت ريحته. I'm hooked. Look at this new packaging. I have this MAC Studio Radiance 3 concealers. They sent me 3 of their new foundations and a primer like serum. I'm supposed to be filming for TikTok. NYX. I'll show you a bunch of their brow products, which I already have. أصلاً. لأن I love NYX brow products. مجربة هالpencil. مجربة their brow mascara. مجربة هالproduct اللي وينه هذا. Oh my god. يوم أسير البحر or like the pool. Anywhere with water. أحط water. أحط هذا البراو like gel thing. And I fill my brows in with this. Oh my hoes for 48 hours. تخيلوا. يعني تحت الماي حواجبك are not gonna move. So I'm gonna be filming something for NYX. بسوي شعري. I'll film my ads and I'll come back. Update. الساعة 5:15. توني خلصت filming. سويت إعلان حق كلينيك بعد. You know what's crazy? إن أنا سويت فيديو like my favorite lip combination واستعملت كلينيك Black Honey for free. Like ما كان إعلان. And now I get to talk about it, not for free. And it's actually my favorite lipstick. I'm gonna hang out with Shawagi and Sheikhana and Lemari Matrad and Hananti. So, وبسوي edit. ردينا من المول وحاليا we're gonna have a sleepover again. It's sleepover week. صرت المول واشتريت وايد اشياء. We're gonna do a haul. صرت ماك واشتريت من زمان بشتري هالشي The Painterly Paint Pot. سان اي شادو بيس. اتو كيوت. It's like nude. Watson's. I got the Cetaphil Antibacterial Gentle Cleansing Bar. حق الشاور. استوالي اكزيما قبل فترة بس الحين ما فيها، بس بعد يعني I only use like stuff like this. اشتريت هاللوشن من فاسلين مصخرة. عارف شو يعني فاسلين. SPF 24. كنت احتاج SPF حق جسمي، لان احط SPF عويهي وما احط على جسمي عقبه، وانا ويهي ابيض وجسمي it's tan. So اخذت هير سبراي Supreme Hold. This is my favorite. Oil cleanser من ميكسون، مع انه my favorite is the benefit one، بس خلص من عندي and I was like let me try something new. Boots. Rubbing alcohol لانه وايد عندي palettes و powders جين منكسرين، بصلحهم انه كيف you crush it up more. تصبون فيه rubbing alcohol عقب ما يجف يرد يستوي. I know I just said انه بس استخدم cleansing bars حق يوم I shower. مرات احس I wanna smell something fresh and fruity you know. Soap and Glory coconut body wash. بستعمله الحين وبصير اسبح. اشتريت هالو كيتي بيجاما. This is the shirt. These are the pants. وخدت ملابس داخلية بس طبعا ما براويكم. حبايبي ريلاكس. من كوتن اون اشتريت this maxi skirt. تنورة بيضة. مسويها وايد احب البس maxi skirts like for summer. لأن حر. Two t-shirts. Basic t-shirts. White. Black. طبعا السايز X small. سايزي اكس سمول في كل شيء، فالبس اكس اكس سمول. تخيلوا اكذب وشي سايزي اكس سمول او اكس اكس سمول. اشتريت I'm so excited about this. شيخانة قالت لي اشتري هاللون. It's giving Gilmore Girls fall like. I got this in black also. I just think it's super cute. Mac. Macaroni. في روج استخدمه من زمان. It was my mommy's. كل مرة اروح عند ماك ادور نفس اللون ما الاقي الا اليوم. هذا بلون 921 solitary move. I got a carrot cake. Ooh. It's very yummy. Min spinnies. I got berries. ليش في كيس اللبس؟ انا كذي اسوي انا متقسمه بالضبط. هذا طالعين اللبس. Pants. Oh. نفس اللي عند شواقي. شواقي عندها اثنين. So I'll take one and then we can all match. Yeah. Like the Backstreet Boys. اول شيء اخذت هالبيجامه.
and I was excited so I wore it. I'm تعال حق البيت لأنه ما أحب أدوس الأرض وعلى الأرض خياس. بعدين حطها shorts for the house. White shorts. White shorts. White J's. Hi beep. Bye beep. حطها الموتشي. أحس ذاب شوابي. مو بس كريم. Oh. It's like actual mochi. It's my favorite. حطها الموتشي. I love this matcha. But best pajamti, and we're gonna take off my makeup. And we're gonna have a sleepover. Everything that happens at a sleepover is a secret. Shh. So we cannot show you. True. Oh yeah. Yummy doop. Yummy gummy. Khaliha. Yummy gummy. تخيلوا اني كنت ابى اسير كونسرت Backstreet Boys اللي في ابو ظبي. It's sold out. منو الاربعينيات اللي اشتروا كل التكنز؟ I'm just kidding, guys. بس صدق ولا حتى في اي بي ولا اللي قدام ولا شيء وجه كله سولد اوت كله. Hey vlog, today is the day. Hello. اليوم بنسير سوق الصيني or China Mall, whatever you want to call it. بنسير يا موزة وريمة. موزة تبى تاخذ ثريا حق بيتها و we're all just like بناخذ سمبوسة. باخذ سيتنج سبراي محمود سعيد. It's really good. على فكرة هالي كنت حاطنه في البحر يوم ميك ابي ما خلص. Amazing. So we'll take you guys with us. بنشلكم بناخذكم ويانا حبايبي. لو سمحتي. هي امي تايلاندية. ايوه اموره حبيبتي. وايد تقربين حبيبتي. ليش العرب بعدهم ينصدمون ان في عرب شكلهم عرب؟ موزة طبلينا انت شكلك شونيك. هاي حياتك خلاص. لا عادي عادي بس هاي حياتك خلاص. خبريهم انت شو تبين تشترين اليوم؟ اشتري لان انتقلت شقتي من سنتين ولين الحين اخذت كل شيء الا ليتات. موزة ها حلو ترى فنان. ثانك يو فور ستوبينج for being sure, careful. I knew it. I got maktoub together, we can all stop forest fire. When you're going to come Hanan. بنات ترى الصيني عندهم اشياء وايد حلوه. تعالوا كاني اسوي اعلان بس والله انا استمتع في هالمكان وايد وايد وايد. ليش؟ ويت براويكم. This is so cute. موزة ترى صدق وايد حلو. نركز شو اللي نحن نبغاه. Should we get massage chairs؟ يعني بيكون حلو لو المساج chairs فيهم ويلز يتحركون. Yes. يعني كرسي حق ما اعرف قيادات خاصة بس بعد وتحطينه قدام التلفزيون. And you like never like لا في هذي شيء. Yes exactly. بس نعيش حياتي على الكرسي. Yes. I go to Walmart with it. Yes. موزة انتي تحبين ها هذا موزة تحبه. بزوع من الكوت. لو خدت هاي guys have permission to call me millennial forever. مكتوب I cared once never again. شفت وحدة على تيك توك هي كذي لبنانية اظن. بابلو اسكوبار كان بيعلن الاسعار المخدرات على الراديو مع انه كان illegal. هي بس انت اللي بتبيع شو عرفت عرفت بتقولين اللي شو ان اللي يبيعون ها ما يحطون الاسعار. هي وانا لما انا اسالك وبتقولي لي اكتبي لي على الدي ام. ليش؟ حبيت ضحكتني. راح تعرفون ليش؟ عشان يغيرون السعر على حسب الكاستمر. احس بس كاكواشي. شو ان عشان يغيرون السعر على حسب الكاستمر على فكره يعني. شو ما فهم ان عشان ان يوم يو دي ام ده ان يغيرون السعر على حسب الكاستمر او يمكن يرفعون الاسعار بس ما يبون حد يعرف. احس والله عندهم اشياء حلوه. موزه وين شيء واحد هذا حلو عندهم السبال هذا. ليش يا مصمم؟ تعالي زي ابى اصور لهم السبال. تعالي ابى اصور لهم السبال لان ما صورته لان انا هاي كانت تكلمنا اول سبال. ابى هاي جيب الكاميرا عليك. اول سبال. السبال الثاني حطه. لا
ليش يشوفوني ماسكه كاميرا يواجهون فيها؟ ما لاحظتي يشوفوني ماسكه كاميرا يواجهون فيها؟ يمكن انعكاس دعايه ولا ما المهم بلا ما نصور الليتات بس هي صمم الواحد. احس انه احس انه they think you're exposing them. Maybe this is like a documentary. موزة حبيبتي ترى بنكمل سيدة لا تحرين this is it. لا مو بحق الليتات حبيبتي بشتري setting spray. أنا مريت الصيني وواحد قال لي إنه عشان الافتتاح بعطيك هدية كان يتمي يتزيد زيد زيد زيد. تذكرون ستوري تايم ولا لا؟ قبل سنة أو أدري سنتين تخيلون أدخل الصيني تو أو إنه وشو كان قايل لي إنه هاي هدية؟ قال عشان الافتتاح دخلنا الصيني كان يقول بعطيكم هدية عشان الافتتاح. كان وشنا كان قبل سنة ها؟ ردوا عليك؟ منو هم؟ أنت قلتي تذكرون؟ نحن طالبين تشوروز بس وايد متأخر وايد لأن نسيتهم عند ريما قطوتي المرحومة عصر في وين تبيع مراوح كل ما تيجي عنا وتهز علينا ها نولو ثينك اتس هاي تايلندية استوي لكم يمكن نحن في التنين هو لاس دراجون مان السوق الصيني احس كل اللي يشتغلون مهاراتهم حق العمل يعني their skills نفس الشيء حق اللي يقتلون الناس حق اللي في المافيا حق يعني نفس الشيء اللي غريبين تبين شيء تعالي ورا هي شيء في شنط تعالي ورا شيء يعني شيء يخوف شيء تعالي بس جربي بس جربي بس جربي بس جربي زين بس جربي شيء يوم تعرفين هم شيء بس جربي هاي تشورز ليه ما سووا لهم يمكن ليه ما خلصوا يمكن نص ساعه don't lie الله أجرب نحن جايين ولا موزة تبغى تشتري ليه وأنا بس فريم محمود سعيد هي اشترت خلصت صح الحين تقول خل نروح سنتي تأخرتي في شو في المشي وياكم أنا أبى نصير مكان نتعشى نأكل نفس الناس هي تبغى تصير بقول لكم شيء عن فطباني إذا صرنا الصيني هي آخر واحدة بتطلع من المول أنا أتحمس أروح بس as soon as I get in here I'm like ناس تبي مول لا بس أحس قصتنا هني تين عشان شيء وتطلعين هاي تحب تحوط أنا أحب الحصان وأحب الحشرة والناس والليتات عقب تقول أوف يكلموني أوف مام باج أوف مام سليبر أنا أصلا كل مكان يوم هالشيء يعني يكره هالطبع فيني بس إذا أنا خلاص اشتريت اللي أباه أحس أعصب على كل أحد إنه شيء خلاص I got what I want let's go شافونا الطفل يا شو قهوة سادة تعرفون إن السوق شافونا في المكسيك في إسبانيا أخذنا في المكسيك انا ما اخذت السبراي اليابات ولا اخذت الاكسسوارات ولا اخذت الاكسسوارات لكن منسين نتعشى بس احنا قلنا نصير لا خلاص بس هي اللي اقترحت ان نصير ممكن شوت هي الحين فكرتنا عايبتنها اكثر ما تحب تسوي مسجل وزن سوي شيء ثمنيل وزن سوي لي سوي ثمنيل صداقتكم ما بدو صداقتنا ما بدو مع هالحركات بس لما تحطوا كاميرا في النص يروح تدور وتلعب كراسي عنده شو؟ You would have had some if you brought your bag بقول لكم بعد طبع الشيخانة دائما ياسين نقول الاطباع الخايسة اللي فينا شيخانة تطلع يلا تطلع وما تشيل وياها شنطة انزين تحط اغراضها عندنا عقب تي وشي حد عندها لا احس مو حلوة السالفة لا لا سويتها مرتين Okay, that's a lie. No, remember the big bag I was carrying? It's a birthday present, but you will never guess what it is. أنا بقول. ليش تقولي؟ نعرف التاس. She will never know. لأن هي تحب تحمس الناس. بحط أنا بلوك شوفي. أنا بقول لك. Is it the block? بس ما بحط طبعا عشان ما تعرفين بس شافت المحل بس بتشوف المحل لا بس ما بتعرف شو هو يعني ما بتعرف شوفين هال بتعرف بتعرف يعني بتعرف عزوزة تاكل بس مستحيل تعرف لأن كان عدال ردي تشورز تاكلي لا ما بياسين نضحك وياكم ترى مستقبل زي يلا نروح سيناك شو ورانا مو ايش رايك انتي تكونين فلوجر اليوم لليوم يلا يودي ها يلا ها يودي يلا يودي ما تبى حرام تلفوني بسرعه عشان اصور هالستور كيف ما انفجرنا كلنا بسرعه اشوف الستور احس اي ونت سي ذا الكتريسيتي بيل مال
حسي 30,000 خلاص بروح شو اسوي بكم؟ ما تخلوا الواحد يسوي شوبينج. يلا نسير نسوي شوبينج. المرة الجاية بي روحي انا. طيب ما قلت لك سالفة الكانيباليزم في الصين، انا احب اعطي ريمة القصص اللي تستوي في الامارات بيننا في المجتمع عشان تكون ويانا. عشان تكون ويانا. قبل من زمان يوم كنا صغار في واحد كان يشتغل هني صار واحد ركب اللفت ويا واحد ثاني ما بقول جنسيات لانه حرام يعني ما نبغى بعض قلت لين انزين واحد منهم خطفه ذبحه هيتهم خيله هني هني في الصيني في الصيني هني يعني يشتغلون هني ما انت واقفه هنا هني عقب شو هي شل لا شل اللحم يعني طبخه يعني فوق حمده وتخيلي ابن ماي مام شي ستوبت كومينج هير لانه خلاص يزيغ الشيء هي الفتره تشي اللي ما يبون الصيني كنا يا هال الصيني الجديد وانا لا تسيرون الجديد لان الجديد هو اللي فيه ناس زين يستوي يمشي we'll see you guys يوم ما ناكل تخيلوا ان هاي الغابه وشينا حيوان مفترس طلبنا كل تفلسفنا طبعا انا طالبه صلاه بس انا هالي طلع انا من عقب الهجوم اللي ياني خلاص قررت اسوي دايت قررت اسوي دايت بس باكلها طلبنا كل هالأكل كل هالأكل فلسفنا وها كله بنشله تيكاوي ريما ريما صح أنا بس طلبتها من عقب الهجوم اللي ياني من عقب الهجوم اللي ياني خلاص دايت 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 نسوي فيديو شفتي كيف لايزا وديفيد سووا our break فيديو أوه ماي جاد يوم شفت هالفيديو مال لايزا ولايزا كوشي لايزا كوشي لايزا وديفيد كنت أحس أوه ماي جاد love is not real خلاص هنا خلاص خلاص إذا هم ضربوا بعض أكيد الحب موجود لحظة كنت صغيرة كم when that video came out oh no baby I was in university baby I was in university انت كنت في الثانوية أحس بواحد ليش لأن ما حد يعرف رقص الهندي شو ما حد يعرف إني أعرف رقص هندي يلا زين عطيه عطيهم عطيها يلا عطيها موزع نايس في قهر خنقة 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 أبا شيء يلا زي بوزر أويهم لازم تكون في لازم غنية لازم تكون زي بدون غنية رقص الهندي باله سوي لي كوبي رايت رقص الهندي باله يعني تخيلي هاللي فوق كله ينكسر يضيع على راسه بتر أنا في شيء إن ما في يعني احس لو كنت في موقف خطر راح احس بستسلم احس اني بستسلم مثلا ما في احب اتمشي هي احس بتعاون embarrassing to resist hey now why are you so desperate to survive yeah. لا لا no that was funny فقهر فيا خنقه احس بخنقه ما حد يعرف مواضي موزه افتحي قناه تراكس دانس أكاديمي. How سيد زيد شارلي دمويا. صح. سوي زيد شارلي دمويا. إيه أو أدسون ريت. شو في عزمان في أمينز. I'm gonna see dancing with the stars. Or so you think you can dance. No, dancing with the stars. لأن أنا. أنتي نجمة. Next TikToker. Upcoming TikToker. What is it? Don't tell her next time. She's an upcoming TikToker. After you upcoming TikToker. Why did I? شو اوريدي كانت حاطه ابيض انت يعني اليوم موجه لتشي فاطمه لجوز انا حبيت كلمتها لجوز اليوم يعني شيء يا شوف الهجوم يعني what did I like add on من يوم رحت بس نحطت ابيض انت جايبه وياك شادو ابيض اه اوكي خليها خلاص خليها ما حطت شيء حطيت ان هي حاطه قبل من قبل خلاص خليها انت الهجوم الهجوم اللي قاعد يجينا بقول شيء متابعيني ارمى ميزكم عن اللي مو متابعيني فلا تخافوا احبكم زين بنات باكر ترى بنصير ايفنت ان واي اكس بلس 1 مالي شواقي والبلس 1 مال ريما منو موزه موزاني شواقي موزاني بنصير ايفنت ان واي اكس الدرس كود قالوا لنا وردي واصفر واورنج بس انا بلبس اسود هي ماسكه السكريبت ترى ورا موزه شي هي ماسكه ها وشي كلام انا شي اسوي حق ريما يوم تصور تيك توك صح ريما يوم تصوري تيك توك انا حفظت الكلام
انا بقول لك هاشو اسي سمعي اسي سأل لا سمعي ريما اسي مطرشي لي نيل بولشز جل سمعي جل بدون ليت ها انا كنت اعرف شوفوا الحين تهتم قلت لك بدون ليت جل بدون ليت كيف ينشف مو زي ينشف ليش قلتي مو زي ينشف وفي توب كوت لمعي انا تراها حطنا من كم من يوم حبيبتي بس الليت احسن شو دراك بسرعة ينشف زي بس ها بسرعة ينشف لا تواجهيني انت ياج هجوم احس هاي كلهم شاحنات خط كله مال خط فني شوفوا دبي محلاها ها طاعوا 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 بلادي والحين مثل الاوبر بنزلهم وحده وحده بيت وشو شفتي عند ليش انا بوصل لا لانه ما وقت يا اخي خلاص كفايه من هالفيك الفيك تسوي عمرك طيبه وياي خلاص حبيبتي الحين سوينا ماتشي يبي وياك الايفنت باكر عشان التصوير طبعا انا قلت لك كلام قبلك ها اصور يوم تصوري انت شوفي طايش شفتوا بنا شو ريما كيف ريما كيف سكره تمي داقتنا وين ادق عندك الوان بعد جيكا خففين انت شو تقيران فوق موزه خلاص توينا ثلاثينيات ما نعرف التكنولوجيا والله بس تم جنزي الحمد لله الحمد لله نحن على الحافه هي احنا جنزي ترى زين يلا منو اوصل اول هي بس اول شيء اي ماي ديرينج سوري كيوت اوتفيتس يو جايز ذس از ماي اوتفيت ذس از فروم يس ستايل ذس از فروم شي ان ذس از فروم فيفين ويستوود ذس فروم فيفين ويستوود كيوت ذس ات شو ميك اب حطيت جليتر جبت كاميرتي سو وي كان تيك lots of pictures and I'm so excited. متحمسة أشوف كل الانفلونسرز اللي أحبهم وسلم عليهم. And we have Johnny Garota. Moses, this is your first influencer event. It is. This is so cute. I'm so excited. معزوم. Was it? يلا ما. ها؟ إذا أنتي plus one يعني معزوم. Please, please. ما أعرف please شو بس please. Exactly. We're here for the event. Yes. Second floor. Thank you. Hello. Oh, thank you. No, thank you. Oh, what's your? No, you look beautiful, girl. Hello. Hello. شو شعوركم وانتم على الايفنت؟ I want a lipstick. Yeah. في بس ترقصين. Yes. I want a lip gloss. Okay, wait. أتعطيتي يا أحس لي مبحوشة فالبارتي ها؟ أحس لي مبحوشة مبشوحة مبشوحة الله حلو حلو أطلع واحد يجي مليون درهم Girls be girls Girls girly All the girls are girly I'm so excited I'm gonna go I'm gonna go see them Literally so excited. Swalif Bitch and Hubcom. Swalif Bitch. We love you guys. Don't forget to watch my episode with them. Bye bye. Yes. I love you. Bye. See you next time.
say this to all the people all the time, including my family. She is the most genuine person I've met on social media. You're so amazing. Wallah al-azim. It's me, Adana. It's me. Hi, Adana. My favorite person on the earth. She is. Wait, no. Look at that. Illegal. Legal. Illegal. Guys, تونا طلعنا وعطونا goodie bag. It was so fun. Allah. He a fan. He a fan. He a fan. استانستي؟ وايد شفت وايد ناس اعرفهم استانست وايد. يا بنات احب البنات احب البنات انا بعد احب البنات احب جو البنات. هي جايز طلعنا من الايفنت والحين بنصير نتعشى. موزه قولي رايك اول ايفنت حق موزه كان الايفنت حلو. واو والله والله يضحك والله يضحك كذا نزول كان الايفنت لحظه ورا كذا حق اللي يقول موزه بشرت حلوه كان الايفنت حلو كان الايفنت حلو والصراحة حبيت أنا كنت متوترة إنه قليلة أدب عفوك القصد كنت أخاف إنه يعني أسير لأني ما أعرف وايد ناس والله يعني يا أعرف ناس من تيك توك مثلا أشوفهم على الفور يو بيج بس ما أعرف أساميهم أو ناس صدق ما أعرفهم برد سفان يعني تروح عندها تقولي هاي I know you they're like yeah لا كنت أخاف مثلا يجون عندي مثلا شو اسمك موزة اخاف اقول انت شو اسمك اخاف يحسونا كيف تعرفيني بس كلهم حبوبات كلهم طيبات اي والله شخصيتي المفضله اللي اي مت اليوم دانا هاي السعوديه احبها لا تقولي هاي الصغيرونه هي صغيرونه احبها وايد كل ما تطلع لي كت كوت كل ما تطلع لي على الفور يو بيج تهلكني احب هر دراي هيومر انا بقول لكم من هو شخصيتي مشاعل مشاعل ضحك مشاعل حسيت بثقه عاليه يوم قالت لي انت في السوشيال ميديا حبيتك بس انا مو في السوشيال ميديا انه بس يس مو قد صح عليك حسيتها تعرفون شو تعرفون كيف يعني بنات الامارات كيف مثلا شنك لا شنك كنت في المدرسه وياها هذا هيومر شي نفس الهيومر انا ماي فيفرت شخصيات هم اثنين حطي اكونتهم بعضيك يس لانه صراحه they are so cute وحده من ساوث كوريا وحده من كازاخستان they are so pretty so cute شفتهم يوم كنت سايره الحمام كانوا ياسين شي في المطعم يوم كنا نسولف وسالفهم حلوه يس اي لاف جيرلز قلت حق دانا عن بلو بيتزا لازم تسوي بلو بيتزا قلت لها لو تبين بنسير وياك حلو عاد هي الحين شو اسمها جايه زياره صدق؟ هي يا حرام ما عندنا وقت بس وايد وايد حبيت دانا يا دانا بتعرفونها حطها كاركتر كيوت حبوبه وتعلمت ان الناس كثر ما تحبونهم على السوشيال ميديا في الطبيعه يعني ينحبون اكثر غير تحسونهم صدق انه يعني ناس طبيعيين اللي يعني فيهم نفس حس الفكاهه كنا تعرفين شو كنا احنا كلنا في صف واحد احنا وي اول دو ذا سيم ثينج ترى انا شوفي بعد قاطعت احنا بعد يقول موز كلها تقاطع لا موز عادي انت خذي راحتك شوفوا انا فيني مرض نفسي يعني اقاطع لا اللي يحبوني يحبون شوفوا بقول لك شيء انا قلت حق فطوم ان انا مسخرتي توهقني في البلوجات لان في ناس ما يفهمون اني انا يوم احب الشخص وارتاح له قفطه اللي يقول شيء عن موزه يا ويله هاز تو جو ثرو مي فيرست ها فيزيكلي ترى هي قوية and mentally قوية تراها spiritually انزين قوية mentally واليوم نكت وأقفط الناس يفهمون وفهموني ناس أول مرة أشوفهم فحسيت الحمد لله زين ليه ما تحسين إنه أكود لأن أنت هني ترى من أول قاعد أعطيك نظرات عشان يسوون نقدت عشان يقولون شوت أوت حق يارا يارا حبتني يارا حبيتني انا يارا حبيبتي يارا تعطيني vibes girl next door yeah true okay يعني اقدر اسولف وياها يعني وايد شي سو ايزي تو توك تو فوقها جميله في الصدق اكثر بعد تضحك اكثر
ما شفنا قوم زكية مايا ميرا مايت اليوم سويت دروسي ميرا كانت معزومة لكن مايت ميرا ليتك يا ليتك لو جيتي ميرا اللي عندها بورش The one that has a big Porsche. We're so jealous. Mira, Mira, اللي صرنا وياها نفاسك دخون. Mira. And I never met her. You never met her, but she's such a cutie. She's so funny. وينك ناديلك تعال. Wait. بغني. قيموا صوتي. يلا. وينك ناديلك تعال. تعال محاش تعال. روح ليش 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 تي سوق ما راح عني ولا جاني لو تلاحظون ذوقي في الاغاني العربيه وايد قديمه انا احب انا افكر مصر يلا الحين بحط الكاميرا عشان لاني بحط حلاوه روح وافرمها اي والله يلا بنات احبكم باي وكلوا حبايبي شو انا عجز اكل كلوا اسمح لكم حبايبي يلا عشان نحتفل باول مره يصير ايفنت اطلبوا لكم النيو اكاونت تيك توكر اطلبوا لكم بحري اسمح لكم كلوا اسمح لكم يلا اكلوا اخوانكم وربع اخوانكم واخوانكم الصغار والكبار يلا يلا باي شوفوني وانا اسوق وينك ناديلك تعال ودي